نكمل ناخذ الطريقة الثانية لإيجاد الكود وورد للفي ان اللي ينطيني اياها بالسؤال. الطريقة الثانية اللي هي الفلاش تايب، أحد أنواع الـ AD كونفيرتر. هذه تكون عبارة عن رسم وأحل عليه، ينطيني مقاومات. طبعا شلون أعرف أنا عدد المقاومات؟ هو يحدد ليش كم مقاومة أو يقول ليش كم شانل. الشانل مثلا إذا يقول لي 4 شانلات، هذه المقاومة ويا هذا تعتبر شانل. هذا وهذا شانل، هذا وهذا شانل، هذا وهذا شانل. يعني إذا 4 شانلات هيك راح يكون الرسم، شانلين يعني بس 2. المهم ينطيني الـ VN 3.2 فولت، هي اللي يريد الكود وورد إلها دائما الـ VN، يعني اللي يريد المكافئ إلها بالباينري. زين الـ V reference ينطيني الـ V reference، منطيني إياها 5. هاي الـ V reference استفاد منها بشنو؟ أول فقرة إنه أقسم الـ V reference على عدد المقاومات اللي عندي. هسه مثلا عندي هنا 4 مقاومات، فهاي 5 أقسمها على 4، لازم تكون بالتساوي. فخمسة أقسمها على 4 راح يطلع لكل مقاومة 1.25. يعني أول فقرة هي أقسم قيمة الـ V reference على عدد المقاومات حتى تطلع لي قيمة كل مقاومة، يعني المقاومات يصيرون كلهم متساويات. بعدين أخلي هذا المثلث على عدد المقاومات، بالسالب يربط بطرف المقاومة، بالموجب هذا من هنا الموجب كلهم رايح على الـ VN، وأدخلهم على الإنكودر. هسه كم أو إنبوت هنا عندي؟ عندي 4 إنبوت، معناها الأوتبوت 2، راح يطلع لي أوتبوت 2، يعني رقمين باينري. هسه شوف شنو فكرته هذا. أجي أقول إذا الـ VN اللي هي شقد الـ VN 3.2 فولت، هذه معطى بالسؤال. إذا الـ VN أكبر من 1.25، راح أبلش بهاي المقاومة. الـ VN أكبر من 1.25، هاي اللي هنا أنا هسه هي شقد 1.25. الـ VN إذا أكبر من 1.25 فراح ينطيني رقم 1 باينري. هسه ثلاثة وبوينت اثنين هي أكبر من 1.25، أكبر من 1.25 معناها شقد 1. هنا أنا راح يصير عندي، هنا أنا خنخلي 1، هاي مال أول مقاومة. أجي على المقاومة الثانية، دخل عندي كم مقاومتي؟ هسه مقاومتين صاروا 2 مقاومة، ويا هاي المقاومة صارت 1.25. 1.25 شقد؟ 2.5. فأقول الـ2.5 الـ VN أكبر لو أصغر من 2.5؟ أكبر، VN هي أكبر من 2.5 فولت، معناها شنو؟ معناها 1. فهنا هم 1، هنا هم صار عندي 1. هسه هذه المقاومة وهذه وهذه، صاروا عندي 3 مقاومات، أجمع الفولتيات مالتهم صارت 3.75. فأقول الـ3.2 اللي هي الـ VN المعطى هي أكبر لو أقل من 3.75، عفوا هي أصغر، صارت أصغر من 3.75. 3.75 مجموع المقاومات طلع عندي أكبر. بهالحالة بما أنه صارت الـ VN أقل، إيش أنطي؟ 0. فهنا هذا ثالث واحد تكون 0. نروح على الرابعة، الرابعة راح تشملهم كلهم، مجموعهم كلهم اللي هم شقد 1.25 في 4 راح ينطيني 5. فأقول الـ VN هي أكبر أو أصغر من 5؟ أكيد أصغر. فهنا أيضا 3.5 فولت اللي هي الـ VN المعطى طلعت لي أقل من يعني 5 أكبر منها، فينطيني 0. إلا إذا أكبر الـ VN تكون أكبر من الرقم مالت المقاومة، يلا أنطيها 1. هسه هنا شنو؟ 0. زين أجي ذولي 4 دخلوا على الإنكودر، هذا لازم يطلع لي فقط رقمين باينري، رقمين. هسه ذولي أحللهم، أول شي للباينري، الواحد هنا أنا أنطيها 0.0، أول واحد ياخذ 0.0، ثاني واحد خليها أسوي هنا، أول مقاومة تاخذ 0.0 اللي هو هذا الواحد، ثاني واحد 0.1، هذا مال هذا،
هذه وصفر واحد. الصفر صفر تكون عبارة عن واحد صفر لأن ثوابت، والرابعة تكون واحد 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 واحد. زين، أني أهل الصفارة ما لي علاقة بيهم، علي بشنو؟ بالواحدات. عندي هنا واحد وهنا واحد، الأوتبوت لازم يكون عبارة عن رقمين باينري فقط، بس رقمين، لأن عندي تو انبوت تو بت، فرقمين لازم يكونون. وأنا عندي هنا واحد وهنا واحد، شلون راح أختار منه؟ أبو صفر صفر لو صفر واحد، اللي علاقة بس بهذولي الواحدات، النتيجة الواحد. فآخذ الأولوية لمنه؟ للأكبر اللي هو الصفر واحد. صفر واحد باعتبار هنا صفر، هنا صارت واحد، فهذا الرقم هو الأكبر، هذا الرقم هو اللي راح آخذه. فالأوتبوت ايش راح يصير؟ واحد صفر. فالكود وورد، الكود وورد لثلاثة بوينت اثنين راح يكون عبارة عن واحد صفر واحد صفر. هذا هو الكود وورد إله لثلاثة بوينت اثنين وبس.